السلام عليكم ومرحبا بكم في قصة جديدة. وقصت اليوم قصة غريبة من الخيال ولكن في نفس الوقت قصة واقعية. وقبل ما نبداو قصتنا ما تنساوناش شي لايك، خليونا شي تعليق، حاولوا تبارطاجيو معنا القصة الى عجبتكم. نصليو على النبي ونبداو قصتنا. تخيل تدخل شي مكان اول مرة كتدخل له في حياتك ولكن ما كتعرف حتى شي حد فيه، ولكن كتلقى الكل تيعرفك وتيرحب بك. وهادشي اللي وقع مع واحد الشاب، شاب بوبي، سنة 1980 كانت السنة الأولى ديالو اللي غيلتحق بها الجامعة. المهم في يوم الأول التعرف والمعرفة السكن الجامعي فين غادي يسكن، يعني وصل لبوابة الجامعة وكيندهش، يعني لقى الطلبة كلهم تقريبا معهم الآباء ديالهم اللي كيعاونوهم يعني في الأمتعة اللي هازين معهم، لأن تما كاين سكن جامعي. المهم بوبي يعني كان حتى في الدراسة الثانوية ديالو ما كانوش عنده يعني صحاب بزاف، يعني ما كانش اجتماعي. المهم بعد اندهاشه من داك المنظر اللي شاف باب الجامعة ترجل ودخل مع الباب. اول ما تيدخل تيشوف يعني الطلبة كيشوفوا فيه، وكاين اللي كيحييه، كاين اللي كيسلم عليه. بوبي ما فهم حتى شي حاجة. المهم ونظرات غريبة. المهم كمل السير ديالو باش يوصل للغرفة فين خاصو يسكن. هو غيحل الباب هو تيسمع شي واحد تيعيط له بسميت ايدي، ما فهم والو، شاف جنابو يعني، ولكن لقى هو المقصود. جا عندو هذاك الشخص يعني قال له ايدي انا مايكل، مرحبا برجوعك للجامعة. هو استغرب قال له يعني انا راني ماشي ايدي، انا راني سميتي بوبي، ويعني انا راه مندهش الكل تيسلم عليا كانهم تعرفوني، وانا هذه هي السنه الاولى ديالي هنايا، يعني ما كنعرف حد. قال له المهم بوبي ولا ايدي مرحبا برجوعك ونتشوفوا من بعد. دخل بوبي للغرفة ديالو، دخل البيت ديالو يعني، وجلس يخمم شهد الصدف الغريبة اللي كل شي تيعرفه هو ما تيعرف حد. وقال ما عقلو يعني يكون هذا مقلب من المقالب اللي كيديرو الطلبة يعني في أول موسم الدراسي. هو كنت يخمم هو يسمع الدقان في الباب. مشى حل لقى واحد الشاب آخر يعني تيرحب به، مرحبا برجوعك ايدي. قال له انا راني ما سميتيش ايدي، وانا يعني راني ما فهمت والو كل شيء. واحد اللحظه هو واحد البنت توقف، وقفات هذيك البنت يعني بدات تشوف فيه. قالت له انا يعني الصديقه المقربه لايدي، وانت يا اما ايدي دير فينا مقلب، ولا انت راك توام ديالو. يعني غريبة الصدفة تكون كتشبه له النفس، يعني 100% في الشبه. المهم ما فهم والو، ما كيرد عليه مايكل. قال له يعني ايدي واحد الشخص محبوب، وهذا الكل تيعرفو، يعني اجتماعي بزاف، وهاد السنة قرر باش يكمل الدراسة ديالو في البيت، ولكن انت منين جيتي يعني الكل قال بانك راك رجعتي. هذا هو اللي حصل. ما كاينه بدات تفهم بان كاين شي شخص كيشبه له. هو يقول لذاك الشاب الاخر الاسم ديالو مايكل، قال له يعني واش انت كتعرف هذا الشخص ايدي، وصلني به. قال له عندي النمره التليفون ديالو، يلا نمشيو نعيطوا له. مشاو للتليفون عيطوا له في الدار ديالو. المهم شكون كيتصاب على الخط؟ ايدي الاتجاه الاخر. مايكل استغرب يعني، قال له راه كاين واحد الشخص كيشبه لك جا اليوم. جا ايدي قال له يعني هذا الخبر اللي كتقول بان شي واحد كيشبه لي راه ماشي غنسمعهم عندك انت الاول، راه الجامعه كلهم حيطوا لي، يعني تيقولوا لي راه اليوم حضر شي واحد تيشبه لك تما كاينه. وقال له يعني قال له واش هذا مقلب دايرين لي باش نرجع للجامعه هذا العام ولا تما كاينه. بوبي شد السماعه وكيهضر مع ايدي، قال له لا راه بالفعل انا هو الشخص
المسمى يعني بوبي، وكل شيء تيناديني بايدي يعني خصني ضروري ما نشوفك. قال له بوبي لا تقد تجيو عندي للدار، اجيو عندي للدار. المهم مشى هو مايكل عنده للدار، ايدي ومايكل مشاو عند بوبي للدار. اول ما فتح بوبي باب البيت يعني كيستغرب، كيشوف راسه قدام راسه، واقف قدام راسه. بجوج بهم استغربوا واحد الساعة يعني، شدتهم هستيريا من الضحك، وبداو يعني كيتكلموا. والغريب في الصدفة بأن التاريخ الازدياد ديالهم يعني 12/6/1961، 12/6/1961، وحتى الملجأ التبني اللي جاي منه بوبي جاي منه تأيدي. يعني هذه كانت صدفة غريبة. المهم تنشرات الأخبار ديالهم، يعني كل شيء بدأت اسمع على هاد الصدفة الغريبة اللي جوج ديال الناس متشابهين وما عمرهم تلاقاو، إلى حتى تلاقاو في هاد الصدفة في الجامعة هي اللي جمعت ما بيناتهم. ضاع الخبر كما قلنا عند الصحافة، وجاء وتكلف واحد الصحفي اللي جاء دار معهم انترفيو كنقولوا، وطلعوا تصاورهم يعني في الجرائد. في جهة اخرى من نيويورك كيكون واحد السيد تيقرا، يعني واحد الساعة هو تيتشوكا، كيشوف واحد جوج الناس، يعني صدفة غريبة كيفاش هاد التشابه. المهم مشى تيسبق عند صديقه ديفيد، مشى عنده قال له يعني راني لقيت واحد جوج الغريب في الامر تيشبهوا لك حتى نتايا، ويعني حتى اللي الدين ديالهم كبار بحالك انت، يعني خصك تشوف هاد الصوره. وراه التصويره يعني الاخر استغرب من الامر، كيفاش جوج عاد تلاقاو تيشبهوا لي حتى انا. المهم قلب على النمره ديال الهاتف كتاب التليفون ديال ايدي وعيط تي يخرج فمو. المهم هضر مع امو قال لها بانني انا راني كنشبه لولدك وللشاب الاخر، ويعني تاريخ الازدياد 12/6/1961 يعني بحالهم. قالت له المهم يعني وشنو هو الغريب في هاد الصدفه؟ قال لها يعني راه حتى انا متبني من الملجأ اللي تبناو منه هما. تماك الام ديال ايدي يعني طاحت السماعه من يديها واغمى عليها. المهم تلاقاو الثلاثه يعني، وكان ديما كتشدهم واحد الهستيريا ديال الضحك، لان نسبه التشابه ما بيناتهم بثلاثه يعني 100%، وتقريبا نفس الافكار، نفس يعني تقول توام. ولكن بالفعل ايدي وبوبي وديفيد بالفعل توام، ولكن تبنوهم ثلاثة ديال العائلات، والعائلات بثلاثة حتى واحد ما كان تيعرف بأن الولد اللي عندهم راه عنده جوج توام أخرين. إلى حتى لقتهم يعني الصدف ما بين 20 سنة، ويعني تجمعوا بثلاثة الإخوة، يعني تجمعوا بثلاثة، والأخبار ديالهم يعني وصلت للعالم كامل، وكانوا كيديروا معهم يعني استجوابات، كيسولوهم يعني كل واحد كيف دوز يعني الطفولة دياله ولا هذا. بثلاثة كانوا تيقولوا بأنهم كانوا مشاغبين يعني في المدارس اللي دوزوا، وبثلاثة يعني تيكميو نفس نوع السيجارة، وبثلاثة يعني تيبغيو نفس الأكل. وسبحان الله يعني واخا كان الاختلاف كل واحد فين تربى، ولكن هما توأم. اللي تيبغي شي حاجة راه تيبغيها، واخا التوأم ديالو بعيد راه نفس الإحساس، نفس أي حاجة يعني كاينة حاجة مشتركة ما بيناتهم. ثلاثة يعني كيف قلت بقاو عايشين بعضياتهم يعني، وفرحانين باللقاء يعني ديال تفرقة 20 سنة. ولكن الوالدين ديالهم يعني واخا كانوا فرحانين لهم، كان تما كاين واحد القلق، يعني كيفاش هاد الدراري بثلاثة كانوا توام، وحتى شي واحد من الاباء ثلاثة يعني ما عنده معرفة بان الولد اللي عندهم راه عنده جوج توام اخرين. وهاد الاسئلة اللي بقات محيرهم،
وقرروا باش يمشيو يعني الملجأ اللي خداوهم منه باش لعلهم يحصلوا على شي جواب. مشاو لهذاك الملجأ اللي تبنوهم منه، جلسوا مع المدير، قالوا له يعني كيفاش هاد الدراري يعني عندهم هما توأم وحنا ما سمعنا ما قلتوا لنا حتى شي حاجة. قال لهم يعني كنا كنتخوفوا بأن حتى واحد ما يقدر يديهم يعني ثلاثة. ناض الأب ديال ديفيد قال له كنعرف الدرت غنتبناهم ثلاثة، اش غادي يقول له يعني؟ قال له هادشي اللي كتاب ما عندنا ما نديرو، يعني هادشي اللي كان. الوالدين حسوا بداك الكلام ديال داك المدير يعني غير بلبلة، غير تيدخل ويخرج الهضرة كاينة شي حاجة وراء هاد التفريقة، ولكن ما بغى يطلعهم حتى على شي حاجة. سالوا معاه يعني المقابلة، خرجوا بحالهم. هو الأب ديال ديفيد كاين صال مظل ديالو في قاعة الاجتماع اللي كانوا فيها. لما قرب الباب هو تيسمع المدير مع المساعدين ديالو كيضحكوا، وقال له الحمد لله اللي تهنينا من هذه المشكلة، وإلا كانوا غادي يودونا لشي يعني مسائل لا تحمد عقباها. داكشي اللي سمع شد ورجع عند الوالدين الآخرين. هنا قروا يعني ملي ما خداوش شي جواب صريح، العائلة الثلاثة قروا باش يفتحوا قضية لهذا الموضوع. وكان هناك يعني تهاتف ديال المحاميين ولو بدون تكاليف، غير اللي شد هاد الدعوة يعني راه إشهار كبير للمكتب ديال المحاماة اللي غيشد هاد القضية، وخا يكون يعني بدون تكاليف، وخا يشدها هكاك الدعوة باطل يعني يخدم فيها، لأن كيقولنا فيها دعوة كبيرة وفيها إشهار. ولكن في نفس الوقت حتى شي محامي ما بغى يقبض هاد القضية، وقع ضغط من ملجأ التبني على هاد المحاميين كلهم باش حتى شي واحد ما يتسلم هاد القضية، واش يا وقع لهم ابتزاز ولا تهديد ولا رشوة، والمهم حتى شي واحد ما بغى يدير يديه في هاد القضية، وهما اللي كانوا يعني تيتمناو باش يشدوا هاد القضية. المهم العائلات يعني وصلوا لضرب مسدود، ما قدوش يكملوا في هذه القضيه لان ما خداو حتى شي جواب، وحتى شي محامي ما بغى يتبنى قضيتهم، يعني ياسوا ونزلوا يديهم. ولكن التوأم الثلاث يعني كانوا في واحد الفرحه واحد السعاده عايشينها ما بيناتهم، لان كيف قلت باش خوك 20 عام ما كتعرفوش واحد الساعه تلاقاه. المهم يعني خلقوا واحد الجو السعاده ما بيناتهم، وشغلوا عقلهم، ولاو يعني معروفين تقريبا في جميع انحاء امريكا وبعض مناطق العالم، ووظفوا عقلهم اش غيديروا. يعني داروا مطعم ثلاثة، مطعم التوأم الثلاث، ويعني الحركة دارت عندهم مزيان، يعني داروا ربح ديال مليون دولار في سنة واحدة، اللي في الثمانينات يعني قليل باش دير داك المبلغ. ولكن تمشي الرياح بما لا تشتهي السفن. في السنة الثانية كيوقع اختلاف ما بين الإخوة المداخل والأرباح، وتي ينسحب منهم بوبي قال لهم أنا ما نقدرش نكمل، المهم هالمحل كملوا بجوج. ولكن المحل بدأت الدعوة فيه يعني كتظهر، لأن حتى الزبائن اللي كانوا كيجيو لذاك المحل كانوا كيجيو على أساس باش يشوفوا التوأم الثلاث. المهم بدات الحركه كتنقص في المحل، واللي كيتاثر في القضيه هو ايدي، يعني كان مستطع يبيعوا المحل غير يرجعوا بثلاثه، لان يعني كان فرحان بداك اللقاء، وكان امله كلها يعني على داك اللقاء مع اخواته والعيش معهم. ولكن دخل في واحد الدوامه ديال الاكتئاب، وما قدش يرجع ما بيناتهم، والحل الوحيد اللي كان هو يدير نهاية للحياة ديالو، وبالفعل داك الشيء اللي كان. وفي هذا الوقت كان يعني واحد الصحفي للاسم ديالو لورانس، وكان عنده اهتمام كبير بالقضية ديال هاد التوأم الثلاث، وكان لقى واحد الدراسة علمية يعني التحليل للاسم ديالها التحليل النفسي للأطفال. وهاد الدراسة يعني كانت في نيويورك، والمشكلة كانت من نفس الملجأ اللي
كانوا فيه بوبي وديفيد وإيدي. وهذه الدراسة كانت تدار على بعض التوائم اللي يعني من بعد الولادة ديالهم كيفرقوهم، وهو كل واحد تيعطيوه يعني العائلة، وضروري ما يكون اختلاف ما بين العائلة والعائلة، يا الثقافي يا المادي يا الاجتماعي، المهم خص يكون اختلاف باش يقدروا يعرفوا المشكلة. في هاد البحث هو بغاو يعرفوا يعني الانسان واش تيخلق شرير من الخلق ديالو ولا على حسب البيئه اللي تيعيش فيها. المهم كي كنعرفوا يعني راه كل واحد على حسب البيئه ديالو، وما نقدروش يعني نعرفوا بزاف هادشي. راه شحال من واحد كيكبر في وسط يعني الشر واي حاجه قبيحه وتيطلع مزيان، والعكس يعني شحال من واحد تتكون العائله ديالو يعني مزيانه وثقافيا وماديا واجتماعيا وهكاك تيخرج العود عوج. ولكن هاد الدراسه اللي داروا هاد الناس بغاو بحال يثبتوا بان الانسان منين تيخلق معاه الشر. المهم كيف قلت يعني هادوك الدراسات العلميه كلهم كانوا من عند هاد الملجأ التبني، يعني هاد العلماء المجرمين اللي تيفرقوا يعني التوأم من منذ الولاده ديالو باش دير عليهم بحث. المهم هذاك الشيء اللي دار الصحفي لويس، مشى اتصل بوبي وديفيد يعني وقال لهم بان الدراسه اللي كانت انتوما يعني انتوما الثلاثه كان دارت عليكم دراسه علميه، ولكن شنو البحث ديالها يعني ما معروفش. وبداو تيخمو يعني واش هاد الدراسه اللي دارت عليهم هي اللي سببات هاد المشاكل كلها، وهي اللي خلات خوهم ايدي انتحر. قروا باش غادي يديروا يديهم في الصحفي لويس ويشوفوا يعني شنو هو النتيجه اللي بغاو يوصلوا لها في هاد البحث. وبداو يعني تيقلبوا، مشاو يعني للملجأ، ولكن ما كيف قلنا ما عطاوهم، قالوا لهم يعني دراسه علميه ولكن ما كنعرفوش نتائج البحث ديالها. المهم قرروا باش ما يحطوش يديهم من هذه القضيه، وبقاو الى حتى لقاو الطبيب المشرف على هذه العمليه ولا على هذا البحث. المهم كيف قلنا لويس صحفي شاطر قدر باش يربط موعد مع هذا الطبيب، ومشى عنده دار معه يعني استجواب، ولكن ما خرج منه بوالو، يعني دراسة مديورة ولكن ما عندناش نتائج بحث ديالها. والغريب من الامر وهو قبض الملف ديال العملية كامل وشمعوا بالشمع الاحمر، ودار عليه يعني ملف سري لا يفتح حتى سنة 2066. يعني كيف قلنا شوفوا الدهاء ديال هذا الطبيب، بغى يبرأ المسؤولية ديالو، يعني وبقى حتى 2066 وانت خالق في 61، يعني راه فوق 100 سنة. يعني حتى كانت اضرار في هذا البحث، حتى شي واحد يقدر ما غيبقى عايش لذاك الوقت، وحتى شي واحد ما غيتحاسب. يعني بغى يحمي نفسه والناس اللي كانت معاه في هذاك البحث، فلهذا خلى الملف سري وشمعوا بالشمع الاحمر والفتح ديالو الى حتى سنة 2066. يعني كيف قلت المجرم يعني بغى يحمي نفسه وكذلك الطاقم اللي معاه، لان عيش انت حتى 2066 باش تشوف النتيجه ديال البحث. كيف قلنا يعني عمل اجرامي، وشوفوا هاد الناس الغرب كيفاش كتفكر. انت يعني تفرق ثلاثه ديال التوائم، ويعني حتى دوك العائلات اللي مشاو لهم هذوك التوائم الثلاث كانوا يعني متعمدين ومختارين من طرف الطبيب والطاقم ديالو. يعني بوبي رباه طبيب ومرته محامية، اما ديفيد رباه يعني واحد ماشي حتى امريكي، يعني من دولة اخرى، وكان عنده حانوت الدخل ديالو ضعيف. اما كيف قلت الطبيب يعني راه الدخل ديالو من ذوي الدخل المرفوع. اما ايدي اللي انتحر
يعني كان مربيه مدرس، مدرس يعني متعصب، كان يعني مدوزها عليه. اما كيف قلنا بوبي يعني كان باه طبيب، كان واخا ما تيكونش معاه بزاف ولكن تيبغيه، وحتى الدري اللي كيبغيه. وكذلك ديفيد واخا كان مربي عند الناس اجانب يعني كان كذلك متفاهم معهم، الا ايدي اللي تربى وايدي هو اللي انتحر. ايدي يعني كان مربيه مدرس، مدرس متعصب الا كان ندوزها عليه في حياته. ولما تلاقى يعني بالاخوان ديالو تما كاينه فين قال تفرج همي، يعني لقى السعاده. ولما وقع الافتراق مشى يعني انتحر. هذيك هي الحاجه اللي كانت قدامه وبغى ينهي حياته، لانه السعاده اللي كان طامع فيها يعني ما بقاتش، هذا هو اللي ادى. اما المجرمين اللي دايرين هذا البحث ما تقدرش تعرف، راه كيف قلنا شحال من عائله هكا كيخرجوا هكا، وشحال من عائله هكا تخرجوا منها هكا. راه تقدر تكون الجريمه والفقر ويعني بزاف ديال الحوايج، ولكن يخرج منهم ولد صالح. وتقدر تكون يعني الرفاهيه والعز وبزاف الحوايج ويقدر يخرج منهم مجرم. فلهذا ما نقدروش نتحكموا، ما نعرفوا واش الاجرام عندنا في الجينات ديالنا ولا تيكبر معنا. خليونا رايكم في التعاليق، ورمضان مبارك، واستودعكم الله، والسلام عليكم حتى القصه ولا الموضوع الجاي.